نقدم لكم متابعينا الأعزاء سيارات السائق الإسباني الشهير فرناندو ألونسو بطل العالم للفورمولا 1 مرتين في موسم 2005 و2006 حيث قاد فرناندو ألونسو الذي يشارك حاليا مع فريق ماكلارين هوندا للفورمولا 1 عددا من السيارات المميزة نذكر منها سيارة فيراري 458 إيطاليا وفيراري 599 جي تي بي فيورانو وفيراري F12 برلينتا بالإضافة إلى سيارات رينو سبورت كليو 197 ورينو ميغان كوبي كما اقتنى ألونسو البالغ من العمر 34 عاما سيارات مازيراتي جران كابريو ونيسان جي تي آر وسيارة جراند شروكي اس ار تي 8 معدلة وسيارة فيات ابارث 695 ويذكر ان الونسو فاز عام 2005 بلقب بطل العالم للفورمولا 1 لصالح فريق رينو وكان عمره وقتها 24 عاما، ما جعله اصغر سائق يحصل على اللقب، كما حافظ عليه في عام 2006 ليصبح اصغر سائق يفوز مرتين في ذلك الوقت، قبل ان يجرده الالماني سيباستيان فيتل من لقب اصغر بطل عالم للفورمولا 1 في موسم 2010، وهو الموسم الذي انتقل فيه الونسو الى فريق فيراري. وجمع الونسو خلال مسيرته ثروه طائله، تقدر بحوالي 200 مليون دولار امريكي. أو ما يعادل 750 مليون ريال سعودي لا تنسى عزيزي المشاهد ان تنضم لقناه عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي